السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي بإذن الله، متابعين ومكملين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة. بإذن الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الأول والثاني من الوحدة الرابعة من كتاب جم، بداية من صفحة 168. جايب لي هنا فوكابلاري اكسرسايزز، تدريبات على المفردات. شوز ذا كوركت أنسر، اختر الإجابة الصحيحة. السؤال رقم واحد، موست بيبل ان ذا كلاس، يعني معظم الأشخاص اللي هم موجودين في الفصل أو معظم الطلاب اللي في الفصل. have never not by plane، ما عملوش إيه أبدا by plane، بالطائرة. يبقى هم معظم الطلاب أو معظم الأشخاص اللي في الفصل ما عملوش إيه بالطائرة. ridden يعني ركبوا، ولا traveled يعني سافروا، ولا driven يعني قادة أو ساقة، ولا snorkeled يعني غطسة. يبقى هما ما عملوش ايه بالطائرة، طبعا ابدا ما سافروش بالطائرة. يبقى have never traveled by plane، ابدا ما سافروش بالطائرة. most people، معظم الاشخاص او معظم الناس. رقم 2، I will wait for you in front of the library، انا سوف wait for يعني انتظرك، in front of امام، انا سوف انتظرك امام the library، المكتبة. The synonym of wait، السينونيم اللي هو المرادف والمعنى، المرادف والمعنى من كلمة wait يعني ينتظر. أنا بقى عايزة كلمة بتساويها في المعنى، يبقى wait ينتظر بيساوي في المعنى stay يعني يبقى أو يظل أو يمكث، leave يعني يغادر أو يترك، move يعني يتحرك أو يعزل أو ينتقل، forget يعني ينسى. طبعا عندي السينونيم المرادف من كلمة wait اللي بيساوي في المعنى أنا بنتظر يعني أنا ببقى أو بظل، يبقى stay يبقى أو يمكث أو يظل، نفس المعنى من كلمة wait بيساوي في المعنى. رقم 3، بسملة and I، أنا وبسملة are going to be in a pottery أو pottery competition، عايز يقول يعني أنا وبسملة سوف be in أنشارك في a pottery competition، يعني هنكون في المسابقة بتاعة الشعر. يبقى أنا عايزة هنا كلمة مسابقة أو منافسة، pottery اللي هو الشعر. at school، في المدرسة. عندي هنا هو جايب لك compete يعني ينافس، جايب لي كده الفعل، أنا بقى عايزة أحولها لاسم، أقول منافسة أو مسابقة، أضيف cion، ition، ion، tion. طبعا عايزة أقول competition، competition، يبقى أنا هضيف ition عشان تبقى competition اللي هي المنافسة أو المسابقة بتاعة الشعر. بعد كده رقم 4، not is an exciting water sport، عايز يقول ايه؟ رياضة مائية مثيرة. ايه بقى اللي رياضة مائية؟ cycling اللي هو ركوب الدراجة، snorkeling الغطس باستخدام انبوب، walking المشي، ولا jumping القفز. طالما قال لي رياضة مائية، طبعا دي كلها رياضات، لكن قال لي مائية، water sport، رياضة مائية في المية، طبعا اللي هي snorkeling الغطس باستخدام انبوب، snorkeling. بعد كده رقم 5، we will win the football match، نحن سوف نفوز بمباراة كرة القدم. if we work together، لو نعمل سويا، او يعني نعمل سويا او نتعاون مع بعض. as a team يعني ايه؟ يعني كفريق، نتعامل كلنا ونعمل كلنا ونتعاون مع بعض كفريق. we hope to not that، احنا بنأمل او بنتمنى ان احنا نعمل كده او نحقق كده. achieve يعني يحقق او ينجز، lose يعني يخسر او يفقد، move يعني يتحرك او ينتقل او يعزل، wait يعني ينتظر. يبقى عندي هنا احنا بنأمل ان احنا achieve that، ان احنا نحقق ذلك، ان احنا نتعاون مع بعض ونفوز. يبقى achieve يعني يحقق او ينجز. رقم 6، my mom and dad، مامتي وباباي not married in 2009، تزوجوا في سنة 2009. عايزة اقول تزوجها، هقول gave married ولا got married ولا rode married ولا slept married. طبعا give اعطى، رود راكبة الماضي من رايد، سليبت نامة الماضي من سليب. يبقى my dad او my mom and dad، مامتي وبابايا got married على بعضها كده بمعنى تزوجوا، تزوجوا في سنة 2009. رقم 7، نقط means at any time، ايه اللي معناها at any time؟ يعني في اي وقت، ايه اللي معناها في اي وقت؟
sensitive حساس، والever يعني ايه؟ يعني يوما ما، ولا chart اللي هو جدول او رسم بياني. musical يعني موسيقي. ايه اللي معناه at any time؟ at any time يعني في اي وقت، يبقى معناها ايه؟ يوما ما بتساوي ever. رقم 8، the note shows how houses prices have increased since 2012. يعني ايه؟ يعني بيقول لي ايه اللي شوز بيوضح، ايه اللي بيوضح لنا how houses prices، قد ايه الاسعار بتاعة البيوت والمنازل have increased، يعني زادت اسعار المنازل، زادت وفي الزيادة كده وبترتفع منذ 2011. ايه بقى اللي هيبين لنا الاسعار ارتفعت، الاسعار انخفضت، الايه حركة الاسعار اللي هيبين لنا؟ كاركتر يعني شخصية، جراف اللي هو الرسم البياني، كاليجرافي اللي هو فن الخط، بايوجرافي اللي هو السيرة الذاتية، السيرة الذاتية يعني نتكلم كده عن حياة شخص ما. يبقى ايه اللي هيوضح لنا how houses prices have increased، يعني قد ايه اسعار المنازل زادت وارتفعت؟ طبعا جراف اللي هو الرسم البياني هو اللي هيوضح حاجة زي كده. رقم 9، music masks me makes me feel happy. ميوزك الموسيقى ميكس مي بتجعلني feel happy، اشعر بان انا سعيد and excited وكمان متحمس. to form the adjective عشان بقى نشكل ونكون the adjective، نشكل ونكون الصفة of music من كلمة موسيقى، كلمة دي موسيقى دي اسم، احنا بقى بنضيف we add بنضيف the suffix اللاحقة ايه، بنضيف اللاحقة ايه، حروف ايه كده في الاخر لكلمة music، musicalingion، طبعا عشان تبقى musical، musical يبقى هنضيف ال al عشان تبقى musical يعني موسيقي، موسيقي كده صفة. رقم 10، young people، young people اللي هما الشباب، usually look for دايما او عادة بيبحثوا عن work opportunities اللي هي ايه، بيدوروا كده على فرص عمل، بيدور على شغل، على فرص عمل. كلمة opportunity دي اللي هي فرصة is similar in meaning، يعني ايه؟ يعني بتتشابه في المعنى. ايه اللي بيساويها في المعنى؟ بتتشابه في المعنى مع كلمة ايه؟ chance يعني فرصة، miss chance اللي هو سوء الحظ، report يعني تقرير، chart اللي هو جدول او رسم ايه؟ جدول او رسم بياني. كلمة opportunity اللي هي فرصة is similar in meaning، بتتشابه في المعنى يعني بتساوي في المعنى كلمة chance، chance يعني فرصة. رقم 11، we had lots of نقط on our trip، احنا قمنا او مرينا بكتير من ايه في الرحلة بتاعتنا، في رحلتنا كده قضينا كتير من ايه او مرينا بكتير من experiments اللي هي التجارب، بس تجارب علمية، adventures اللي هي المغامرات، قمنا كده ومرينا بمغامرات كتيرة، ولا minds يعني عقول، ولا matters اللي هي الموضوعات، طبعا مرينا بمغامرات كتيرة، يبقى we had lots of adventures، مرينا بمغامرات كتيرة في رحلتنا on our trip في رحلتنا. رقم 12، the guitar is my favorite نقاط instrument، الجيتار ده بيكون هو الآلة ايه المفضلة بالنسبة لي، الجيتار ده آلة ايه؟ سبورت، آلة رياضية، ولا ماشين يعني ماكينة أو آلة، ولا ميوزك يعني موسيقى، موسيقى هنا الاسم بقى، ولا ميوزيكا الموسيقية، طبعا انسترومنت يعني آلة، طبعا بيكون آلة موسيقية، أنا بوصف الآلة بالإيه؟ بالصفة مش بالاسم، عشان كده اخترت ميوزيكال مش ميوزيك، يبقى ميوزيكال انسترومنت، يبقى the guitar is my favorite musical instrument، ده الآلة الموسيقية المفضلة بالنسبة لي. رقم 13، my sister wrote a note about her favorite animal for her homework، عايز يقول اختي كتبت ايه بخصوص او عن her favorite animal، حيوان المفضل بالنسبة لها for her homework، الواجب المنزلي الخاص بيها. graph كتبت، graph كتبت رسم بياني، ولا headache صداع، ولا competition يعني مسابقة او منافسة،
ولا ريبورت تقرير، هتكتب ايه؟ طبعا هتكتب تقرير كده عن الحيوان المفضل بالنسبة لها. يبقى my sister wrote a report، اختي كتبت ريبورت، كتبت تقرير عن الحيوان المفضل بالنسبة لها، about her favorite animal for her homework. رقم 14 ايميز ايس، عيون ايمي، ار نقط تو سانلايت، بيكون عندها ايه من ضوء الشمس؟ ضوء الشمس. سو لذلك شي ويرز سانجلس، عشان كده هي بترتدي نظارة شمس، بتلبس نظارة شمس لان عندها ايه من ضوء الشمس او من الشمس. مارد يعني متزوج او تزوجة. سنسيتيف عندها حساسية كده وعينيها حساسة من الشمس. ميوزيكال يعني موسيقي. ديفيكال يعني صعب. يبقى ايميز ايس، عيون ايمي، ار بتكون سنسيتيف، حساسة تو سانلايت، عندها حساسية كده من ضوء الشمس. رقم 15 have you ever been to London at business، هل سبق ليك وسافرت لندن في عمل؟ at business ولا in business ولا on ولا off؟ طبعا on business، يعني ايه؟ يعني في عمل، في عمل. بعد كده عندنا صفحة 169 وبيكمل لي هنا الأسئلة، بيقول لي read and complete the text، اقرأ وكمل النص. بيجيب لي كده 6 كلمات ببدأ أقرأهم وأترجمهم، وبوظف منهم فقط 4 كلمات داخل النقاط أو الفراغات في الفقرة اللي هنقرأها مع بعض دلوقتي. نشوف كده الكلمات: musical يعني موسيقي، traveled سافرة، ridden راكبة، رايد يركب، ده كده المصدر، الفعل في المضارع في المصدر، played يعني لعبة أو عزفة، experiences، experiences اللي هي الخبرات أو التجارب الحياتية بتاعتنا، خبرات أو تجارب، بس تجارب حياتية مش تجارب إيه علمية. يبقى أنا عندي دول الكلمات، تعالوا نشوف هناخد إيه ونوظفهم في الفراغات اللي عندنا. الفقرة بتقول I have many friends، أنا عندي أصدقاء كتير، we meet together، إحنا نتقابل مع بعض every Friday كل يوم جمعة، we sometimes play in the club، أحيانا بنلعب في النادي، but now لكن دلوقتي my friends and I، أنا وأصدقائي، are talking about our نقط، بنتكلم عن إيه؟ عن our إيه؟ our experiences، عن خبراتنا وتجاربنا الحياتية، يبقى experiences، our experiences. نتكلم عن our experiences اللي هي التجارب والخبرات الحياتية بتاعتنا. Most of us have played not instruments، معظمنا عزف على آلات موسيقية، عايز أقول آلات موسيقية، يبقى musical instruments، musical يعني موسيقي. musical instruments. only one has not a horse، واحد بس اللي ركب ايه؟ اللي ركب حصان. has بيجي بعدها ايه؟ مصدر ولا تصريف ثالث؟ طبعا تصريف ثالث، يبقى has ridden يعني ركب، ركب حصان، واحد بس اللي ركب حصان. no one has ever not by plane، عايز يقول هنا مفيش ولا واحد سافر بالطيارة، سافر يعني traveled. مفيش ولا واحد ترافل سافر باي بلين بالطياره. I like my friends so much، بحب اصدقائي كتير جدا. جايب لي بعد كده تشوز، اختار ذا كوركت انسر، الاجابه الصحيحه. رقم واحد وي اد، ده احنا بنضيف، اد ذا اند اوف يعني في نهايه، بنضيف ايه في نهايه ذا وورد، كلمه هيد اللي هي راس، بنضيف لها ايه كده في النهايه، تو مين، عشان تعني او يكون المقصود بها بين ان ذا هيد، يبقى نقصد بها الم في الايه، في الراس، يبقى هيد هضيف لها لاحقة ايه او حروف ايه في الاخر، F U L A C H E E R N E S S، طبعا هضيف ال A C H E عشان تبقى هيدك، هيدك يعني الصداع اللي هو ألم بالرأس، صداع. رقم 2 hour and what is a place where children without parents live، يا ترى ايه هو بيكون المكان، where حيث children الأطفال، without الأطفال اللي هم بدون parents، بدون والدين live، بيعيشوا الأطفال اللي هم ما عندهمش أب أو أم، بيعيشوا فين؟ يبقى بيعيشوا في كلاب، في النادي، ولا orphanage، ولا بيعيشوا في دار أيتام، ولا garden، في حديقة، حديقة منزل أو حديقة خاصة، ولا ميوزيوم، ولا متحف، هيعيشوا فين؟ الأطفال اللي هم without parents، بدون والدين، هيعيشوا في an orphanage، an orphanage يعني دار أيتام. رقم 3 I like reading not stories، بحب قراءة قصص إيه؟
adventurer يعني مغامر. adventurers adventurers اللي هي المغامرات. adventure مغامرة. adventurers adventurers اللي هو الايه مغامر برضو. يبقى I like reading adventure stories، بحب قراءة قصص المغامرة. رقم 4 I have lived in this house، عايز يقول انا عشت في البيت ده since I not married to your grandfather. هنا بتقول انا عشت في البيت ده منذ ان تزوجت your grandfather يعني جدك. تزوج يعني ايه؟ طب اخذ او التقط، give اعطى او وهب، lived ترك او غادر. طبعا got married يعني تزوج منذ ان تزوجت من ايه your grandfather من جدك. الجدة بتقول انا عايشة في البيت ده منذ ان تزوجت من جدك. رقم 5 I think our team will win the match، اعتقد ان our team الفريق بتاعنا will win سوف يفوز the match بالمباراة. كلمة win يعني يفوز. is the antonym of هي المضاد من، مضاد يفوز ايه عكسها ايه، عكس يفوز ايه. score يعني يحرز او يسجل. earn يعني يكسب. مالا لوز يعني يخسر. بيت يعني يهزم. طبعا المضاد من كلمة، المضاد من كلمة وين يفوز وهي لوز يخسر. رقم 6 don't forget to bring me your camera، ما تنساش ان انت تحضر لي الكاميرا بتاعتك. كلمة forget يعني ينسى. here هنا is the opposite in meaning او the opposite meaning بتجيب لي هي عكس الميننج، عكس الايه عكس المعنى. يبقى ينسى عكسها ايه؟ return يعني يعود او يرجع. remain يعني يبقى او يظل. remember يعني يتذكر. ولا ignore يتجاهل. يبقى عندي هنا كلمة forget ينسى عكسها remember يتذكر. forget ينسى عكسها remember يتذكر. رقم 7 tourists come to Egypt، tourists اللي هم السياح. السياح come to Egypt بيأتوا إلى مصر to نقط the wonderful natural world، عشان إيه؟ عشان أو بيأتوا إلى مصر لتجربة، بيجوا لمصر لتجربة الحياة أو العالم الطبيعي الرائع. express يعني يعبر. excite يعني يثير أو يدهش. exist يعني يوجد. experience يعني تجربة، تجربة حياتية يعني يقوموا كده بتجربة حياتية للعالم الطبيعي الرائع. يبقى tourists السياح come to Egypt بيجوا مصر to experience the wonderful natural world لتجربة العالم الطبيعي الرائع، بيعملوا كده تجارب في عالم طبيعي ورائع زي دولة مصر. رقم 8 to get the opposite of sensitive، عشان احنا نحصل على the opposite على العكس، نجيب العكس من كلمة sensitive يعني حساس. we add the prefix احنا بنضيف prefix اللي هي البادئة، بنضيف البادئة ايه؟ اجي ايه هنا في الاول، اجيب ايه هنا في الاول كده الكلمة sensitive عشان تبقى غير حساس. disreminin طبعا بضيف ال in تبقى insensitive. insensitive يعني غير حساس. رقم 9 مريم والنقط her idea with a drawing، مريم سوف ايه للفكرة بتاعتها بالرسم، هتعمل ايه للفكرة بتاعتها بالرسم. accept يعني يقبل او يوافق. express يعبر، هتعبر عن فكرتها بالرسم. ولا exercise يتدرب ويتمرن. ولا refuse يعني يرفض، طبعا هي هتعبر عن فكرتها بالرسم، حاجة فكرة جت في دماغها هتعبر عنها في الرسم بالرسم. مريم will express سوف تعبر her idea عن فكرتها with a drawing بالرسم. رقم 10 نقط means swimming with equipment that allows you to breathe while your face is under a water أو the water. عايز يقول لي ايه اللي معناه swimming سباحة with equipment باستخدام معدات، سباحة بنستخدم كده فيها معدات. that allows you المعدات ديت بتسمح لك to breathe ان انت تتنفس while your face is under the water ووجهك بيكون تحت الايه تحت المية. ايه بقى الرياضة او السباحة اللي بتسمح لك ان انت تتنفس وانت تحت المية باستخدام المعدات؟ sinking ده اللي هو الغرق، جاي من sink يعني يغرق. sailing الإبحار، جاي من sail يعني يبحر. snorkeling الغطس، جاي من snork
جايه من سنوركل اللي هو يغطس، ولا سيفنج الادخار او التوفير او الانقاذ، جايه من سيف يدخر او ينقذ او يوفر. يبقى عندي هنا بقى ايه بقى السباحه اللي بستخدم فيها معدات. المعدات دي بتسمح لي تو بريث ان اتنفس، while your face is under the water، ووجهك تحت الميه وهي سنوركلينج، الغطس باستخدام انبوب. رقم 11 and what is something that happened to you in your life، ايه الاشياء او الحاجه اللي بتحصل لك في حياتك. happen يعني يحدث، ايه الشيء اللي بيحصل لك في حياتك. experiment دي معناها تجربه علمية. expert يعني خبير. experience يعني خبرة أو تجربة حياتية. exercise يعني يتدرب أو يتمرن. يبقى عندي هنا إيه؟ طبعا دي اللي هي experience الخبرة أو التجربة الحياتية. دي بتكون something شيء ما that happens بيحدث to you in your life، بيحصل لك في حياتك.